كابتن امريكا موجود اهو، بس معاه القوة الخارقة بتاعت ثور. شايفين عامل ازاي كابتن امريكا؟ النهارده في صداع يا جدعان من الفيديو ده. ازيكم يا جدعان، واهلا بيكم في فيديو جديد مع لعبة جي تي اي. والنهارده هنتحول لشخصية جامدة جدا، انتوا طلبتوها مني، انا شغال على الشخصيات اللي انتوا بتطلبوها تحت في الكومنتات. ايه شخصية النهارده؟ ايه والله نسيت. الشخصية بتاعت النهارده شخصية كابتن امريكا. هي الشخصية دي مش خيالية قوي بس انا بحبها، فخلينا نركب الموتوسيكل ولا العربية الحيرة بتاعت كل يوم. موتوسيكل ولا العربية؟ اقول لك نسر عربية. خد يا صاحبي، تعالى تعالى، خد تعالى. لا راجل محترم، وقف لي، انزل حس على. لا انت عايز ايه يعني؟ عايز ايه؟ معلش يا صاحبي معلش. لا انت شباب، هنروح على واحد تاني بقى. نروح فين؟ احنا عايزين نطلع بس من المكان اللي احنا فيه ده. ماشي، هنمشي من هنا كده. وسع يا صاحبي، بعد اذنك بعد اذنك، احنا مش فاضيين، ورانا شغل. على طول بخبط في الحتة دي. لا ما تخافيش، انا ما كلمت. تعال تعال، خد اقول لك، خدي بس تعالي تعالي. ماشي شكرا يا سيد، مش عايز منك حاجه. لا لا، الراجل بيصورني يا جماعه، اه بيصورني بالكاميرا. ايه ده، انت بتصورني ليه يا صاحبي؟ انت خدت مني الاذن عشان تصورني؟ ده بيصور. امشي انت امشي انت، خلاص مش عايز منك حاجه. انا هشوف ده بيعمل ايه. هو ده بيعمل ايه ده يا جماعه؟ ده بيحفر في الارض. اوه ده بيزرع. انت بتزرع يا صاحبي؟ انت خريج زراعه انجلش؟ خريج زراعه انجلش؟ لا لا، انت بتزقني من الحديقه بتاعتك. طب اهو اهو بقى، يا لهوي الراجل طار يا جدعان، ده من بوكس واحد طار يا عيني. يلا كمل زراعه بقى، معلش حقك عليا. العربيه دي شكلها حلو، خد يا صاحبي خد. يلا استنى اجيب له ايه ده اهو. يلا خد، يلا استنى يا رب الطلقه دي تيجي فيه. ما جاتش فيه، ما جاتش فيه. طب استنى، هدى هدى. ولا ولا، يخرب بيت عقلك، ده واد متهور جدا. ايه ده يا جماعه؟ زقني زقه عنيفه. طب يلا بينا بسرعه كده، بدل ما الدنيا هاجت علينا والشرطه زمانها جايه. خلينا بس. وده في عربيه جامده هنا، العربيه الزرقاء دي. الله، استنى بس ما استخبى من الشرطه، وهاجي اركب العربيه الزرقاء دي. العربيه دي جامده جدا، بس استخبى منهم فين؟ استخبى منهم فين؟ هنطلع فوق هنا. ايوه ايوه، استخبى هنا. يلا يا شباب نبدا مع بعض نتحول لكابتن امريكا. دلوقتي يا شباب زي ما انتم شايفين قدامكم، انا اتحولت وبقيت كابتن امريكا، لكن ناقص لي القوه الخارقه بتاعتي. يعني انا دلوقتي انسان عادي اهو، لابس بس البدله، بس معيش قوه خارقه. مش عارف ليه القوه الخارقه اتاخرت، باين تقريبا لازم اروح اتدرب او حاجه. استنى يا صاحبي، استنى يا شرطه، استنى. ما تضربش عليا، ما تضربش عليا، ولا ما تضرب عليا، انا غلبان. استنى بس، ده كلهم اتجمعوا عندي هنا. كابتن امريكا، استدعي القوه الخارقه بتاعتك بسرعه. دول كلهم بيدوروا عليا والله. يا عم ماشي، اصبر يا عم. انتوا عايزين مني ايه؟ انا بريء. كابتن امريكا ما بيطرش يا جماعه، ما بيطرش للاسف، ما بيطرش. استنى يا جماعه، هنحاول نجيب القوه الخارقه بتاعته. ثواني ثواني، كابتن امريكا بقى جاهز دلوقتي يا جماعه بالقوه الخارقه بتاعته والبتاع اللي هي الدرع اللي بيحميه ده. عارفين الدرع ده؟ الله الله، شكله حلو قوي. تعالوا بقى، بقول لك ايه، بقول لك انت ما بتعرفش انت بتتكلم. اهو يا باشا انا واقف ثابت اهو، اهو واقف ثابت اهو. ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ جماعة ايه اللي حصل يا جماعة؟ أنا فضلت واقف مكاني. ايه ده في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ والله ما فاهم ايه اللي حصل. أنا فضلت واقف مكان، لقيته رفع ايده وبس، شكرا على كده. خد يلا، خد يا كلب، تعالى خد. ده الكلب بتاعي يا جماعة، كان في الفيلا ده، خاف مني لما شافني كابتن أمريكا، طلع يجري. خد يا كلب، ما تخافش، تعالى خد. بس أنت رايح فين؟ هتروح فين؟ خد، مش هتلاقي حد يأكلك، تعالى. اوه على القفزه الجامده بتاعت كابتن امريكا. الكلب عمال يجري منه والله، مش راضي يجي لي. يا ابني ما تخافش والله، تعالى خد بس. وراح فين؟ انا خايف ليختفي. يا عم خد بقى، يا عم يا عم خد، اسمع الكلام بقى. ارجع الفيلا بقى تاني، ارجع الفيلا بسرعه، ارجع يلا. ايوه كده، الكلاب دي بتخاف مني باين ولا. اوه كابتن امريكا يا جماعه عنده قوه خارقه، فتعالوا نستكشفها مع بعض. واول حاجه القفزه العاليه، يعني اول حاجه بص، شايف القفزه العاليه دي حاجه عاديه خالص. فعايزين كده مثلا ايه، نخش على العربيه دي. اقف يا صاحبي، اقف. عايز اجرب القوه الخارقه بتاعتي. معلش 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 معلش، هاتوا يا كابتن امريكا، هاتوا، ما تسيبوش. يلا لا لا لا، اهو اهو ابو عربيه سمراء ده اهو. هو في ايه؟ ما عادش راضي يضرب. ايوه يا ولا. طب شيلها شيلها شيلها. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا لا لا، انا عايزك تشيلها. شال العربية، شلنا العربية، شلنا العربية. هنروح بقى فين بقى؟ نروح، شايفين الراجل وهو راكب يا عيني. طب انزل يا صاحبي، اعمل أي حاجة، انزل انزل، ما تخافش ما تخافش، انزل من العربية يا عم، انزل، مش هكلمك. ايه ده، ده بيسوق ده ولا بيتألم ده؟ هو بيعمل ايه؟ استنى يا عم. طب ارمي ارمي ارمي، بص. لا لا، ايه ده ايه ده؟ خد يا خد يا حاجة، خد تعالى. ايه ده؟ ما مسكش العربية. خد يا بنت،
خد يا بنت الله ما انا سايبك، ده انا صاروخ، ده انا في الجري ما توصفش. يا عم انت بتشيل الهوا، اجري وراها. جريت العربيه، العربيه اختفت. اي لا لا لا، دخلت يمين، شفتها دخلت يمين والله. اي اهي العربيه دي، والله ما انا سايبك، ده انا عندي قوه. اجري يا عم، اجري يا عم، اجري اجري اجري. اي 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 امسكها، ما تسيبهاش، مش هنسيبها يا جماعه. خلاص العربيه دي بقت من نصيبنا خلاص. يا عم اجري بسرعه. ايه ده، ده عن البتاع ورا كتفه، شكله مش هيعمل حاجه. يا عم اجري اجري، امسك العربيه دي. والله ما انا سايبك بقى، انا خدتها عنده وتحدي. اجري يا جدع، يا جدع اجري، العربيه تضيع مننا، ما تضيعش التحدي ده. التحدي ده يا جماعه ان احنا نجيب العربيه دي. يا شو اجري يا عم، العربيه دي لو فلتت مني. انت بتضرب الهوا، انا ابيض، شايفين انا اسرع من العربيه. اهي بقى، ايوه كده بقى. في يا جماعه، انزلها وليم، انزلها حاجه، انزلي انزلها حاجه. ايه ده، معيش اي اسلحه ولا اي حاجه. انزلي لي بس بالعربيه دي، انا هوريكي انت اللي بتجري مني. انزلي لي، تعالي تعالوا. خد، هو انا هسيبك بتجري مني؟ ها بتجري مني اهو، شفت طارتها فين؟ طارتها. خد يلا، خد يلا، تعالى يا طفي. راح فين؟ راح اهي. يا شايف الحته دي؟ بص بص بص، في حركه. لا 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 يا عم، لا استنى بس، هات بس البتاعة دي اهي. لا لا، في حاجة يا جماعة، اللي هو بيرمي الطبق اللي معاه ده، او الدرع اللي معاه، بيرميه 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 بايه بقى؟ لا لا مش مش كده يا عم، استنى، بيرميه والله، والله بيرميه يا جدع، مش عارف بيرميه بايه. استنى يا عم، انا هشوف بيرميه بايه دلوقتي. مش راضي يرمي حاجة والله. انا كان بيرمي الطبق ده. واو، ايه ده ايه ده ايه ده، ده طلع. انا بغير الكوره من هنا. ايوه ايوه صح كده اهو، شايفين؟ واو، لا 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 جامده جدا. ايوه يا سلام عليك يا هيرو. بس الكوره الخارقه بتاعته ضعيفه جدا يا جماعه بصراحه، يعني مش قد كده. خلينا الصراحه مع بعض. خدي تعالى، انت رايحه فين؟ انت ما تعرفيش مين اللي واقف هنا؟ شوف الحته دي، بديها حته شقلباظ اهي. بص شقلباظ، الشرطة جالي، هاي الشرطة جاية متأخرة أوي. خلاص يا صاح، خلاص خلاص خلاص، شوف حتة في الأرض. طب نغير كده يا جماعة، نغير. إيه ده، هو مفيش غير اتنين بس؟ ده مفيش غير قوتين خرقطتين بس. أه والله، دي ودي بس كده، هما دول الاتنين دول. طبعا في السحاب، أنتوا نايمين ولا إيه؟ هم الشرطة جاي، أول ما الشرطة تيجي هيصحى دلوقتي. طب هاتوا إسعاف يا جماعة، إسعاف بسرعة يا عم. لا لا لا، ابعد الشرطة، ابعد الشرطة، عايزين اسعاف، اسعاف. امشوا انتوا، هاتوا اسعاف، انا مش عايزكم. هات يد يد اسعاف، يا بقول لك اسعاف، يا انت بتعمل ايه؟ بتعمل، بقول لك اسعاف، اسعاف يا جماعه بسرعه. الناس دي، ناس، في ناس هنا تعبانه، ايه نايمين، عايزين حد يصحيهم يا جماعه. اسعاف بالله عليكم بسرعه. بس عايز اجرب قوه خارقه ثانيه. ايه ده، ايه؟ اوه يا سلام عليك، ده واخد كفر. اوعى، بص بقى، بص 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 بص، شوف الحته دي اهي. يا سلام، نفسي غار القوه الخارقه بتاعته. واو، ايوه هي دي اللي انا عايزها، هي دي. ايه ده، مش كان في عربيه هنا بنطلب لها الاسعاف؟ العربيه اختفت، مش قلت لك هيصحوا وياخدوا العربيه ويجروا؟ عيب عليك، ده انا عارف الناس دي والله. ايه ده، الله، انا خدت بتاع شوت جن. استنى امسك شوت جن. واو، بقى معايا شوت جن يا جدعان. خد يلا، خد، حركش من مكانك، اي حد هيكلمني انزل من العربيه، انزل، اطلع اطلع. خد، مين تاني، مين تاني، حد تاني، اي حد على طول، احنا ما بنهزرش. نفسي بقى في حته، خد خد يا صاحبي. ايه ده، الشوت جن خلص ولا؟ اوه طلق الشوت جن خلص. طب استنى، هناخد شوت جن تاني بس كده، في شوت جن كمان اهو، تمام قوي كده. معلش يا صاحبي بعد اذنك، هات الشوت جن اللي معاك، وانت هات بس الشوت جن اللي معاك، تمام. يا عم نام يا عم، اسكت بقى، نام، انت اللي مصحيك دلوقتي. واو، يلا بينا نعمل القوة الخارقة بتاعتنا. ايوه امسك لا انا عايزك تمسك البتاع، امسك يا عم، امسك الطاسة اللي في ظهرك يا عم، مش راضي يمسك الطاسة اللي في ظهره يا جماعة. امسكها له ازاي؟ هي دي اهي، امسك بقى الطاسة، مش راضي، حالف ان هو ما هو ماسك الطاسة. يا عم امسكها يا عم، بيغيرها ازاي يا جدعان، بيغيرها ازاي؟ اصل بصوا، مش لاقيها موجوده معايا هنا، ممكن تكون دي مثلا، او دي او دي او دي.
او دي. انا جربت كل الاماكن الفاضيه مش راضي. يا عم انت شاطر ترمي لي العربيات بس. طب هات شيل العربيه دي كده، شيل العربيه. بيرميها بقى بايه؟ اه يا سلام عليك، يا سلام. خد يلا. طب مش عارف. طب خلينا نمشي بعيد، خلينا نمشي بعيد. اه في البحر، في البحر. يا سلام عليك. شايف شايف القفزه المهوله. اوه ايه ده، ايه ده؟ نط يا عم. استنى استنى، اجري اجري. اقفز بقى، اقفز اقفز كمان قفزه حلوه. طب هتغير ام طب اعمل ايه؟ طب يا جماعه قولوا لي، قولوا لي اعمل ايه؟ يعني اجيب الطاسه اللي هو شايلها ورا دي ازاي؟ يا عم انت بتستخبى من مين؟ اجري يا عم، اجري يا كابتن امريكا. شيل العربيه دي، شيلها شيل. ايه ده؟ ما بيخبطش في العربيات. اقف يا في ايه؟ في ايه؟ انتوا فاكريني هفا ولا ايه؟ ايه ده؟ هو راح فين؟ بس بس خلاص خلاص يا جدعان، حد يشوف لنا اي صرفه. انا القوى الخارقه بتاعتي بتضيع، مش راضي يمسكها والله. اهو براضي يمسكها، ضغطت له على كل حاجه. يا تمسك ياض الخوذه بتاعتك ولا البتاع بتاعتك دي. انت خليتني اضغط على كل الزرار اللي في الكيبورد. اعمل ايه؟ معلش يعني، معلش فهمني، فهمني بالراحه. تعال يا صاحبي خد، تعالى تعالى اضرب. يا نهار ابيض، ده خدها في وش. انا اخد عربيه واطلع اجري، حلها ان انا اطلع اجري بس كده. اجري اجري بسرعه. كابتن امريكا يهرب يا جماعه، كابتن امريكا يهرب من الشرطه اللي الطيارات بتضرب عليه على فكره. اجري بسرعه، اجري اجري. شوف لك طريق سالك. يا ابني يا نهار ابيض، انا نطيت من الازاز بتاع العربيه. هو تقريبا كده الواحد المفروض ياخد عربيه شرطه. بس بس كده، اركب بسرعه، اركب 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 بسرعه، مفيش وقت. اجري، انا شرطه يا جماعه زيكم، محدش بقى يضرب عليا. انت بتضرب على عربيه شرطه صح؟ يكي. والله ما قصدي، والله ما قصدي ادخل فيكم، وانتوا اللي جيتوا قدامي. معلش معلش استناني، انا جاي لك. اروح فين طيب؟ اروح فين؟ استخبى من مين؟ اعمل ايه؟ يا نهار ابيض، بقول لك ايه؟ لا وسع الطريق، مش وقته لبخه. وسع الطريق بعد اذنك يا صاحبي، بعد اذنك بعد اذنك. كل مال الطريق وسع. ايوه كده. هروح فين طيب يا جماعه؟ استخبى فين؟ اي حد. شوف شوف العربيه بتزنق عليها ازاي. طب انا عندي فكره، عندي فكره ممكن اعملها دلوقتي. احنا شايفين عاملين كمين، عاملين كمين، وانا وقعت في الكمين. كنت عايز اخش في وشها كده شيلها، بس العربيه دي وحشه جدا. اوعى عربيه القوات الخاصه اهي، انزل انزل هات عربيه القوات الخاصه. معلش يا صاحبي، دي 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 عربيه القوات الخاصه دي جامده دي. واو وسع، اوعى. اوه العربيات دي ما بتتاثرش باي حاجه، بص شايف عامله ازاي؟ وسع الطريق. ايه ده؟ عربيه الزباله، اخويا الزبال. طب والله هي دي اللي هتنفع، واطلع مع الصحفيين ونكسر الاعلام. يلا يا عم يلا بسرعه، جامده دي. يلا بس، يا عربيه الزباله حلوه قوي. انت بتعمل ايه؟ اه بيفيش السلوك بس عما تشتغل. ايوه كده. ليه يا جماعه حرام عليكم تضربوا على واحد عشان غلبان يعني؟ عشان شغال في الزباله منكم لله. العربيه فرقعت، ده جابوا الكاوتشات على الارض. اوه تصدق العربيه دي ما كانتش تنفع خالص. اه والله عاملين كمين ليا برضه هنا اهو. ازيكم اخواتي؟ مش هسلم نفسي. لا لا، هما بيقولوا لي سلم نفسك دلوقتي، بس انا مش هسلم نفسي. شايف شايف؟ اوه الطياره دي، خد هليكوبتر. تصدق ان انا عايز اجيب هليكوبتر؟ انا لو معايا هليكوبتر هاخده واطير بيه، مش هستنى حد. استنوا يا جماعه بالدور، يا جماعه توابير توابير. طب ايوه توابير ورا بعض ورا بعض، انا عايزين عايزين نظام. شايفين يا جماعه الشرطه؟ واو تعالى يا صاحبي، تعالى تعالى. يا ايه ده، ايه ده يا عم، ايه ده يا عم؟ كابتن امريكا جاي لكم دلوقتي. ايه ده بس؟ استنوا في كمين تاني هنا. يا نهار ابيض، ايه الناس دي كلها؟ ولا عجله يلا، ولا عجله. العجله راحت فين؟ معلش. اه العجله يلا. تيجي نركب عجله؟ والله فكره برضو ان احنا ممكن نركب عجله. اوه بيجروا ورايا، كله بيجروا ورايا. في طياره وفي حاجات غريبه. ايه ده يا عم؟ تحس ان انت عملت حاجه كبيره قوي، مع ما عملتش اي حاجه خالص، زي عربيه بس اللي شقلبتها. كله بيجروا ورايا. هو انا ممكن اقدر اهرب منهم؟ بس صعب ان انا اقدر اهرب منهم، بس لو جريت واستخبيت الشرطه هتسيبني وهتبعد عني، بس لازم ان انا استخبى. بس استخبى فين بقى؟ هي دي الفكره بقى. وسع يا عم، انا ما كلمتكش. يا نهار ابيض، ايه ده كله يا عم؟ ايه ده كله؟ طب استنى، طيب شايف العربيات الشرطه اللي قدام مراوغه مراوغه يعني. يا عم ابق. يا نهار ابيض، قفلوا الطريق عليا. لا لا ما قفلوش الطريق. المشكله ان العربيه اللي معايا دي لسه مكمله، وفي عجله طايره منها ورا.
هبص مفيش عاج ولسه مكمله معايا. بس حلو خلينا ماشيين لحد ما نوصل للنهايه نشوف هنعمل ايه. وسع 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 وسع، هنقفل الطريق عليهم دلوقتي. بص انا هدفع. انا ماشي فين والله العظيم انا ما عارف انا رايح فين اصلا، بس احنا ماشيين ماشيين. لا 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 لا، اوه كمين يا جماعه، كمين كمين. لا اجري اجري، شوف العربيه واقفه فين. اهو بقى اهو بقى، مش هتعرفوا تسيطروا عليا. احنا بقالنا نص ساعه تقريبا ماشيين ورا بعض. استنى انا عايز انا لا لا ابعد عني ابعد عني ابعد عني، سيبني في حالي دلوقتي. انا عايز الاقي كمين تاني. اهو في عربيه جايه هنا اهي، بص بص بقى اهي. لا لا ما وقفتش قدامي، كنت عامل فيها حركه حلوه قوي، كنت اخليهم كلهم يخبطوا في بعض، بس عايز عربيه تقف قدامي. استنى اوه هما في كل حته كده ليه، دول كتير قوي يا جدعان. ايه ده هنعدي الكوبري ده، الله حلو الكوبري ده برضو شغال. عد عد عد، لا لا ابعد ابعد يا صاحبي. ايوه بس كده، ناخد يمين برضو، نخلينا دايما في الاتجاه اليمين، اي طريق اتجاه يمين على طول. لا ابعد. ويوا 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 ويوا، العربيه العربيه ما عادتش قادره تمشي، العربيه بتقول كفايه يا جدعان. استنى احنا هنمشي خلاص، احنا هربنا منه يا جدعان، هربنا منه. لا ما هربناش، طول ما النجوم دي ثابته، طول ما بتقيد وتطفي كده في امل ان انا اقدر اهرب منه، لكن لو النجوم دي ثابته كده خلاص. فاحنا قربنا يا شباب، يا رخامه يا رخامه. ابعدوا عني بقى ابعدوا عني بقى، سيبوني في حالي. اوه انا بروح فين، اجري منهم فين، مش لاقي مكان والله والله ما لاقي مكان. انا دخلت المينا دي ولا ايه دي، وايه المكان الغريب ده، ده في بحر، انا ههرب منهم في البحر. بس البحر شكله حلو قوي، بس شكله غويط. انا هعمل نفسي عبيط ماشي. بصوا بصوا هتنكر هنا. لا لا اغير البتاع بسرعه، عايز اغير اللبس، اغير اللبس ولا بلاه. طب نجري نستخبى في اي مكان طيب ولا اي حاجه. اروح فين اروح فين طيب، والله انتوا بقى اللي عايزين تفايتوا. تعالى خد خد تعالى، شوف اديتها اديتها في وشه والله. لا لا لازم اقرب منه، لازم. انا معايا كام طلقه، معايا سبع طلقات سبع طلقات. تعالى تعالى ده بعده عني بعده طلقه مش هتوصل. اهو اهو ده اللي الطلقه توصل فيه اهو. اوه مش راضيه توصل يا جدعان. طب اوه معايا رشاش اهو. لا لا اعمل له ريلوت اعمل له ريلوت، مش راضي برضه مش راضي. اوه وقعت الطياره وقعت الطياره دي، يا سلام. استنى انا عرفت اوقع الطياره ازاي. بص ما تضربش في اللي بيضرب عليك، اضرب في السواق. لا لا مش ده مش ده، هدا ده ده خلص ما عادش في طلق ده. وانا وانا الشوت جن بتاع برضو ما عادش في طلق، لازم ناخد شوت جن من حد. تعال يا صاحبي انت بعد اذنك. لا لا استنى هو فين اهو الراجل اللي غلبان لوحده ده، تعال خد ما تخافش ما تخافش. تعال تعال هناخد بس الشوت جن بتاعك. ايوه خدت الشوت جن بتاعه. عايز رشاش بقى بدل الطياره اللي عماله تنزل لنا في حاجات غريبه دي. انت معاك ايه، معاك رشاش؟ هدفع عليك هاخده منك بس، سلف سلف والله. يلا بسرعه بسرعه وقع على الطياره دي كمان، بس كده دي خلاص الطياره دي وقعت يا كمان، وانا السلاح بتاعي خلص اهي. يوهو يا سلام، ايه الحلاوه دي، انا فنان يا جماعه، انا بتكتك. تعالى 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 تعالى، خد 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 خد. يلا انتوا الثلاثه هاتوا بقى المسدسات بتاعكم. استنى اهو اهو، كابتن امريكا عمل شغل يا جدعان 100 100. تعالى لي يا حبيبي تعالى لي تعالى، انزل. ايه ده دي وقعت برضو، وقعت. يوهو ازيكم يا رجاله، والله انا لو اعرف اجيب الطاسه، الطاسه دي بتيجي ازاي، بس مش راضيه تيجي الطاسه مش راضيه اهي، بضغط عليها مش راضيه تيجي. كان زماني دلوقتي عامل ايه، عامل شوف بس مش راضي. هيجنني. طب يا جماعه انا عندي فكره، طب انا عندي فكره جامده قوي، احنا ممكن نبدل القوه بتاعت كابتن امريكا ونحط له قوه خارقه لشخصيه ثانيه. استنى يعني هو يبقى كابتن امريكا بس بقوه خارقه لشخصيه ثانيه. حد فاهم حاجه؟ حد فاهم حاجه؟ دلوقتي كابتن امريكا موجود اهو بس معاه القوه الخارقه بتاعت ثور، شايفين عامل ازاي؟ واو دي بص 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 بص، بيطير اهو بيطير شبه ثور اهو، كل حاجه اهو، وعنده قوه المطرقه اهو، بص بص كده اهو. يا
لا لا بص 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 ممكن يعمل ايه كمان. استنى استنى نختار القوة الخارقة دي ونشغلها بدي. واو ايه ده يا جماعة؟ يا ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب استنى استنى ممكن نشغل قوة خارقة تانية. هاي بص 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 كابتن امريكا، اوعى كابتن امريكا. وسع وراح فين؟ معلش انت راح فين يا كابتن امريكا؟ كابتن امريكا بيعوم في البحر يا جماعه. نروح فين؟ عايزين نختار مكان هادي كده نروحه. بس حلو ان انا استدعيت قوه سور احسن من كابتن امريكا. كابتن امريكا قوته ضعيفه جدا جدا فوق ما تتخيلوا. طب يا جدعان زي ما انتم شايفين كده قوه خارقه جامده جدا مع كابتن امريكا. لو انتم بقى عايزين تعملوا التركيبه دي، يعني عايزين مثلا شخصيه خارقه بس نجيب لها القوه الخارقه بتاعت شخصيه تانية، انزلوا اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا هشوف كل الكومنتات بتاعتكم وهنعمل كوكتيل كده من الشخصيات الجامده. فاحلى مسا عليك يا صاحبي، وشكرا ليك ان انت كملت الفيديو ده للاخر حبيبي.